طيب إذا تعبان بلا ما تنزل اليوم. بس الوكالة ما بتنترك. ليش بقي منا شيء؟ سمعتنا يا معساس. بدي ورجيك شغلة بالمكتب. لما صار اللي صار ما مسكت حالي وفتحته. فكرت أحرقك كذا مرة بس ما عملته. ما حبيت أخلف بوصيتك. أبي كتب لك نص الوكالة. احترقت كله. رح أرجع عمرة. ونحن كيف بدها تعمر بيناتنا؟ أنا سلمتك أمري يا معساس. خايفة ما أمن فيك. خليها للزمان والوصية كمان خليها معك. أنا ما خبيت عليك شيء. لا تخبي علي شيء. وأنا كل شيء عندي كشفته. ما عاد عندي شيء مخبي. الله معك. الله يرحمك يا أبي.